Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. صاحب الفخامة السيد الحسن وترى رئيس جمهورية كوت ديفوار، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، صاحب السعادة أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، أصحاب المعالي الوزراء، السادة السفراء، السيدات والسادة ممثلي المانحين والشركاء في الوكالة الدولية للتنمية، أود بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي وصديقي فخامة السيد الحسن وترى رئيس جمهورية كوت ديفوار، ومن خلاله إلى الحكومة والشعب الإيفواريين الشقيقين على الاستقبال الحار وكرم الضيافة، كما أتوجه بالتهاني الخالصة على حسن تنظيم هذه القمة ذات المستوى العالي التي نظمت في أبيجان والتي تشكل لحظة هامة في العملية 21 لإعادة بناء موارد الدولة. كما أود أن أعرب عن صادق تشكراتي للسيد أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، وأحيي قيادته والتزامه من خلال دعمه لإفريقيا. أصحاب السعادة والمعالي، سيداتي، سادتي، لمواجهة الحاجيات الحيوية وانطلاق اقتصادياتنا بعد تفشي كوفيد-19 هنا في أبيجان، وفي عام 2021 قمنا بالدعوة من أجل أن تعيد المجموعة الدولية بناء تاريخيا للوكالة الدولية للتنمية رغم تعدد التحديات والموارد التي يتعين تعبئتها بصفة استعجالية. وبفضل إعادة البناء هذه، قدمت الوكالة الدولية للتنمية الدعم ل74 بلدا عبر العالم، وكذا ما يقارب 30 بلدا في القارة الإفريقية، وقد منحت نسبة 70% من هذه الأموال لإفريقيا من خلال تمويلات على شكل تنازلات وتحويلات، وبالنسبة للموارد المعبأة من خلال الوكالة الدولية للتنمية فإنها تمثل والحالة هذه أكثر من 50% من التمويل الخارجي، وقد خصصت هذه الموارد للخدمات الاجتماعية القاعدية والصمود في وجه التغيرات المناخية وخاصة في البنى التحتية. ومن هذا المنطلق أود أن أحيي إنشاء شباك للفرص الدولية والإقليمية لتمويل البنى التحتية والتفاعل الإقليمي ومنحه دعمنا الكامل. وبفضل إعادة البناء هذه، قدمت الوكالة الدولية للتنمية الدعم ل74 بلدا عبر العالم، وكذا ما يقارب 30 بلدا في القارة الإفريقية، وقد منحت نسبة 70% من هذه الأموال لإفريقيا من خلال تمويلات على شكل تنازلات وتحويلات. وبالنسبة للموارد المعبأة من خلال الوكالة الدولية للتنمية فإنها تمثل أكثر من 50% من التمويل الخارجي، وقد خصصت هذه الموارد للخدمات الاجتماعية القاعدية والصمود في وجه التغيرات المناخية وخاصة في البنى التحتية. ومن هذا المنطلق أود أن أحيي إنشاء شباك للفرص الدولية والإقليمية لتمويل البنى التحتية والتفاعل الإقليمي ومنحه دعمنا الكامل. وبفضل الوكالة الدولية للتنمية استفاد أكثر من 14 مليون شخص من النفاذ إلى الماء الشروب في الفترة ما بين 2017 و2022، كما تم تكوين 16 مليون شاب في مجال الشغل. هذه إذن إنجازات ملموسة ذات أثر مباشر على التنمية الشاملة والحد من تأثيرات الفقر. وللأسف ما زالت هناك أزمات متعددة الأشكال، اقتصادية وصحية وأمنية ومناخية يعيشها عالمنا اليوم، والتي ما زالت كذلك تؤثر على هشاشة اقتصادنا وتقف حجر عثرة أمام بلوغنا التنمية المستدامة وتهدد عدة عقود من التقدم. وللاقتناع بهذه الوضعية يجب النظر في الزيادة المقلقة المتمثلة في 30% من السكان الذين يعيشون في الفقر المدقع بإفريقيا، وكذا التقديرات التي تعلن عنها مؤسسات البنك الدولي فيما يخص تأثيرات المناخ التي قد تتسبب في نزوح 80 مليون شخص في إفريقيا، مما يستدعي ضرورة تعبئة موارد مالية لوضع سياسات فعالة ملائمة لمكافحة التغيرات المناخية.
وينضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بتشغيل الشباب، والتي ما فتئت تتعمق مشكلة تحديا حقيقيا لبلداننا، خاصة أن ما يزيد على مليوني شخص يتقدمون لسوق العمل. لقد بات من المستعجل، والحالة هذه دعم الحل الذي تقترح الوكالة الدولية للتنمية، التي تظل الدعامة الأساسية لمساندة الجهود الاقتصادية الرامية إلى مواءمة النظام الصحي والتعليمي مع التغيرات المناخية في القارة. إن بلدان الأفريقية كانت قد دعت في أبريل الماضي في نيروبي وبالإجماع من أجل إعادة بناء طموح يعادل 120 مليارا من الدولارات من طرف الوكالة الدولية للتنمية، وتعتمد مناصرتنا في هذا السياق على جسامة التحديات التي نواجهها وسعة الجهود الضرورية لمواكبة التقدم. وفعلا فإن تمويلات الوكالة الدولية للتنمية ستمكننا من استئناف مسيرتنا نحو الأهداف التي اتفقنا عليها، وكذا الأجندة 2030-2063 وتطوير البنى التحتية الداعمة للنمو والرأس المالي البشري، وكذلك وضع السياسات الملائمة للتغيرات المناخية دون أن يعرقل ذلك جهودنا في مكافحة الفقر وعدم المساواة. إن إعادة بناء الوكالة الدولية للتنمية يجب أن لا تكون عملية تمويل فحسب، بل عملية تضامن ومسؤولية من أجل صيانة عالم مهدد بالعديد من المخاطر، وحيث يواجه كذلك مخاطر عدم الاستقرار الواقعي في عدد من البلدان. أصحاب المعالي والسعادة، إننا نطالب بقوة من أجل إعادة بناء الوكالة الدولية للتنمية 21 وفق حاجياتنا وانتظارات سكاننا، ونلتزم في ذات الوقت بمضاعفة الجهود من أجل دعم الموارد الذاتية عبر القيام بإصلاحات ضريبية وعقلنة مواردنا الطبيعية والمكافحة بشكل فعال ضد الرشوة. كما نلتزم أيضا بمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال عدة أمور، من بينها إقامة برامج شراكة عمومية خاصة في إطار بناء وتسيير البنى التحتية لدعم النمو. نحن في أفريقيا مستعدون لتحمل كل مسؤوليتنا، كما أننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تضامن شركائنا في المجموعة الدولية بغية مواجهة التحديات المتعددة التي يتعين علينا رفعها. وأود هنا وباسم الاتحاد الأفريقي أن أؤكد على التزامنا من خلال العمل يدا بيد مع الوكالة الدولية للتنمية ومع كافة الأطراف المعنية من أجل تأمين إنجاح الوكالة الدولية للتنمية 21 في ضمان دعمنا الذي يناهز 120 مليارا من الدولارات. إننا ونحن نعتمد في هذا السياق على التزام وتضامن وسخاء المانحين، فإنني أتمنى لكم كامل النجاح والتوفيق لقمتنا وأشكركم.